السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. نبدأ دلوقتي مع الجراوي، جراوي سوق الجمعة. يلا بينا نشوف اللي يعجبك اتصل عليه. لو عايز تعرض حاجة عندي على القناة 011-415-799-33. ما تنسوش تخشوا تعملوا سبسكرايب لقناة الحمام، هتلاقوها في تحت في الوصف. هسيبكم على الفيديو، صباح الفل. دي جراوي جيرمان، عايزك تصوره بقى. بص، دبدوب اهو، دي الولد ولا البنت؟ ولد. ده الذكر، ده الذكر. ودي النتايه قفشه شويه، مش عارف، حزينه. الجو ساعة صح. على كام الجار؟ الجو صعب. الشعراية اهي. استنى بقى نشوفه ايه. ايه زباتي زباتي. ايه صباح الفول، عامل ايه؟ بص بص، فرحانين بالكلاب. طيب ايه قلنا الجرو بكام؟ 1.5. رقم التليفون 012. بقول 2 80 88 9 6 9 ايش. طب واضح ايش نتايا الماني. شهرين. على كام؟ على 600 جنيه. 600 جنيه يلا. يلا الارض ب 600 جنيه انت الماني وبلاش. صح. طيب رقم التليفون كام؟ 012 012 02 02 49 49 98 98. شهرين اهي جيرمان، لسه هتطلع شرطي الماني. يعني احنا بنقول عليه الماني. وريني جسمك يا مزه، هتطلع سرحه. لا هتطلع حلوه. لا سرحه، سرحه يعني جسمها طويل وعالي على الارض. جسم ده كده، العمود ده هيبقى طويل والطول من على الارض هيبقى عالي. ديل يعني. ماشي تمام. دي جراوي ابوهم جريت دان على بيتبول، والام بيتبول صح، والام بيتبول برضو. ده ذكر، ده ذكر ولا انت ايه؟ ده ذكر. ذكر. واخوهم التاني اهو التافه ده. ايوه ده ايه ده؟ انتي ولا ده؟ دي انتي، دي بنوتة. وده ابوهم بقى. سيبك عشان ابوهم شرس. السعر كام؟ سعر الجروب كام؟ ب 1000 جنيه. رقم التليفون 012 86 266 79 ايه؟ 1.
بيتكم. على كام نتال جيرم؟ دي اثبتي بقى. عايزين فيها 2000 جنيه ان شاء الله. 2000 جنيه؟ والبيتبول الصغنن ده؟ دوت عايز 1.5. 1.5. بس بقى قاضي بقى. عندها قد ايه؟ هي عندها قد ايه؟ دي عندها 3 شهور. 3 شهور؟ لسه ما قفلتهم. شهرين ونص بتاع. هي لو تثبت اصورها. بس لعب الجراوي مع بعض. خدي هنا فوق. تعالى شايوة. خد هنا خد فلة. اديني رقم التليفون كده. 012 02 69 2 2 151. عايز حاجة يتوصل عليها على طول، سواء البيتبول او الجيرو. بص دي ماشي، دي جراوي يورك، يورك شاير على جريفون. استنى عشان اخد رقم التليفون. بص حاجة كده من الحاجات اللذيذ وشقي، في حاجات كتير كده مع بعض ميكس ما شاء الله. الحق الحق. هم عايزين يهدوك. لا خلي بالك خلاص، خش خش بالجاكيت. طيب بص، لما يعضك وعايز يلعب فما ما تسحبش ايدك. على كام الجاره؟ صح، ب 500 جنيه. رقم التليفون كام؟ 012 707 82 759. جراوي يوركشاير على جريفون. خلاص كان هيتقص. دي جراوي رويال بلاك اهو مع كريم، اخونا كريم. على كام الجرو كيم؟ 1000 جنيه. ب 1000 جنيه؟ عندهم قد ايه؟ عمرهم بالظبط 45 يوم. 45 يوم. طيب رقم تليفونك كام يا كيم؟ هو هو. قولوا تاني، قولوا تاني. ثانية واحدة. ماشي. ايه قاعد اه. على بالرضا تاخد عناية. عمي. ايه؟ على كام الجار؟ ايه؟ 1200. بص هم سود بس طراطيف الصوابع ايه؟ بيضة. ده قدام ابيض، اسود قصدي. جرافته السودا اهي. وده عنده نجمة من هنا. يعني فوق سادة يعتبر. عنده ايه نجمة بس. نتايات الاثنين؟ اه الاثنين نتايات. ب 1200 جنيه الواحد. رقم التليفون كام؟ 012 8 68 96 271. جراوي بيتبول نتايات الواحدة ب 1200 جنيه. يلا دخلهم عشان بدأوا يسقعوا خلاص. دي جراوي جيرمان ألماني. تمام؟ ده كارونتاية ولا ايه؟ دكر ونتاية. بس دايما في في الكلاب الجيرمان الكلب اللي ودانه طويلة تعرف انه نسبة ذكائه بتبقى عالية، فالكلاب دي ودانها طويلة. تمام. الاتنين بقى 1600 جنيه.
الاثنين على بعض. قلنا ذكر وانتهى صح؟ ده الذكر والنتاية اهي سابتنا ومشت. طيب رقم تليفونك كام؟ 012 06 27 12 3 4. ده رقم صاحبهم اللي عايز حاجة يتصل عليه على طول. خد. هو في التهاب في وشه ولا حاجة؟ في التهاب شوية. ماشي. خد. هو في التهاب شوية محتاج بس يطعم ومحتاج ايه كام حقنة للالتهاب. بس كده. دي جراوي قطن. تفهمش ده لعبة ولا بجد ولا ايه ده؟ جراوي جريفون. بس هي دبدوب لعبة. داخلين على عيد ام ولا عايز ايه يفاجئ والدته؟ يجيب لها حاجة شكلها كيوت. مش مفهوم ده بجد ولا حقيقي ولا ايه. والراجل معاه سلاحف برضه للي عايز. بكام السلحفه دي مثلا؟ ب 200 جنيه؟ الكلب ده بكام؟ ده ذكر ولا نتايه ده؟ نتايه؟ وده ايه؟ نتايه برضه؟ بكام دي وبكام دي؟ انا بصورهم. انت مش هينفع، ما بحبش الصور اطلع فيهم. مش انت اللي طالع، هوريك الفيديو في الاخر كله كلاب بس زي اعلان ببلاش. هروح لهم دلوقتي. السعر كام؟ الاسعار ايه؟ كله على حسب النوع، بس مش هينفع اطلع بالكاميرا. مش انت والله، انا بصور الكلاب بس. بص عادي،